كيف نتخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ تعاني من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ هذا الأمر طبيعي عند الأصحاء بسبب جفاف الفم من اللعاب، لكن لتخفيف الرائحة وعدم انبعاث رائحة قوية إليكم النصائح التالية: اشربي كمية وفيرة من الماء بين الفطور والسحور، قللي من الأطعمة ذات الروائح النفاذة. في بعض الأحيان قد يكون سبب الرائحة الكريهة هو عدم تخلص الجسم من الأطعمة ذات الروائح النفاذة كالثوم والبصل وسمك التونة والبهارات الثقيلة. لا تكثري من شرب القهوة، بعض أنواع القهوة لها رائحة قوية ونفاذة. تناولي البقدونس الطازج، يعمل البقدونس كمعقم طبيعي للفم. أكثري من تناول الفاكهة والخضروات الهشة، تناول الخضروات والفواكه الطبيعية الهشة كالتفاح والخيار، فهي تنظف فمك بشكل طبيعي. نظفي أسنانك بعد السحور وبمجرد الاستيقاظ من النوم. نظفي لسانك. استخدمي غسول المضمضة مع الحرص على عدم نزوله إلى الحلق. عالجي أسنانك من التسوس والتهابات اللثة. هل تعلم؟ مضمضة الفم أكثر من 15 مرة يومياً أثناء الوضوء تساعد على التخلص من بقايا الأطعمة العالقة في الفم وبين الأسنان المسببة لرائحة الفم الكريهة.